السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن تحالف من أقوى التحالفات واللي ظهر تقريبا بعد الماجين جرانز وأسدين ماتيمبا والصلاد ميلز، واللي هنبقى نعمل عنهم حلقة. أمال حلقة النهاردة عن مين؟ خلفاء المبوغو سوبر من جهان بويس. النهاردة إن شاء الله نتعرف عليهم قبل ما يتولدوا وبعد ما عاشوا حياة كتيرة، ومين أقوى الأسود فيهم. يلا بسم الله كده نتعرف على الأسود الخمسة واحد واحد. يلا بسم الله. أهلا بيكم في سلسلة أساطير الأسود. بس قبل ما يتولد برمنجهام بويز، أبائهم اتقتلوا على إيد الصيادين، واللي كانوا تلت ذكور أسود، ودول هم أسود برمنجهام بويز. الذكر رقم واحد هو الذكر المسيطر نسوكو، لأنه كان عنده لبدة شقراء. الذكر الثاني هو نينها أو المحارب، ودوت أقوى أسد في المجموعة اللي معانا. الذكر الثالث وهو تيني، وليه اسم تاني وهو مو، وكان هو ونينها من أفضل الأصدقاء في المجموعة. طبعا الذكر الرابع معانا هو موفومو، واللي معناه المحارب، لأن وقت التزاوج ما كانش فيه حد يقدر يقف وشه لحظة واحدة. الذكر الخامس معانا والأخير وهو سكاربر، واللي هو كان أشرسهم وأعنفهم، وكان تسهل تميزه من العيون الشبه الدب الأشياء. وكده تكون اتعرفنا على الذكور الخمسة وأبطال حلقة النهاردة. الأسود لما مشوا من الزمرة راحوا لمنطقة حكم أسدين ماتيمبا، وأول ما دخلوا المنطقة بدأوا يزقروا بطريقة، هم الخمسة كده بدأوا يزقروا، ما كانش فيه أي حد قادر يقف وشهم. وبالفعل أسدين ماتيمبا حسبوا لهم المنطقة عادي، وأكتر حاجة كانوا بيبرعوا فيها صيد الجاموس الوحش. لو عرفت تلات ذكور أسود دول اكتب لي في التعليقات. وهي ديت بقى رحلة أسود برمنجهام بويز، الأسود خلفاء المبوغو. فرئيسهم المفضلة طبعا هو الجاموس الوحشي زي ما احنا قلنا، وطبعا في أسد منهم في 2016 واللي هو كاسبر، اللي هيخليهم أربع أسود دلوقتي. مات على إيد أسد مثلا؟ لا، ده راح يصطاد جاموس وحشي زي المجنون لوحده. وبالفعل الجاموس الوحشي أصابه برونو في رئتينه، ويموت واحد من أقوى الأسود اللي كانت في برمنجهام بويز. في تحالف خطير جدا اسمه أفوكاز حصلت ما بينه وما بين برمنجهام بويز، مواجهات ومناوشات لمدة 9 أيام. بيقرر برمنجهام بويز إنه يسيبوا الأرض الشمالية في سابسان لأفوكاز الشباب، كانوا تلاتة، ويروحوا المنطقة الجنوبية اللي كانوا بيحكموها جديدة بتاعتهم دي، والقائد نسوكو في رجله اليمنى الخلفية. لكن نسوكو كان أسد قوي وقدر يستحملها، بس مع كبر سنه ما قدرش يستحملها لأنه بقى عجوز، وبيموت واحد من برمنجهام بويز. وبيبقى أسدين بس معانا، هم مو ونينها، الأسد العملاق اللي حلقتنا مخصوصة علشانه. الاتنين دلوقتي هما اللي كانوا حاكمين سابسند، بس كان سنهم كبير شوية. لا بس على ايه، دول برمنجهام بويز وفضلوا يحكموا ويتزوجوا مع الإناث لغاية ما جه مرة وتواجه فيها مو مع نينها، بس ما حصلش ما بينهم حاجة غير إصابات بس. بالنسبة لكأس العالم، تفتكر مين هينتصر لو الجاكوار اتقابل مع وحش سيبيريا؟ المهم ان في الآخر بعد ما برمنجهام بويز فضلوا بعد فترة صغيرة بينتهي تحالف برمنجهام بويز، أشهر تحالف في التاريخ. إن شاء الله الحلقة الجاية هتكون عن الأسد سلطان وأشهر مدرب أسود ونمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم مع بعض اللقطات والصور.